حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم هي حلقة خاصة عن فوز المنتخب العراقي على منتخب إيران بهدفين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا وكأس العالم. هذا الفوز شنو يعني للشعب العراقي؟ الأهالي بساحة التحرير شنو كان وضعهم؟ شنو مثل هذا الفوز بالنسبة للعراقيين؟ أنتم بالنسبة لكم الشيء يعني لكم يا سادتنا المشاهدين؟ أيضا عدنا أرقام مخصصة لبرنامج صوتكم، أي شخص يحب يتصل حول حلقة اليوم وفوز العراق على منتخب إيران بهدفين في المملكة الأردنية الهاشمية بعد نقل مباراة العراق إلى استاد عمان. جماهير حافلة كانت في عمان باستضافة المنتخب العراقي، وأيضا هدفياً رجعنا الأمل إلى الشباب العراقي وإلى الكرة العراقية. خلونا نشوف هذين الهدفين ونرجع لكم. أتمنى إذا السيد المخرج يكون حضر لنا الفيديو الآخر وفيديو الأهداف وفوز المنتخب العراقي، أتمنى نشوفه ونتابع الأهداف ونتابع فرحة العراقيين بذن الهدفين. كوما بشار رسن عالية، جول 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 جول، سدد، الله يا مجدي عطوان، الثاني للعراق، كرة تلعب عالية خطيرة رأسية، الله الله ذن الهدفين اللي استطاع لاعبي منتخب العراق اليوم ان يسجلوها. الهدف الاول كان بتوقيع مهند، الهدف الثاني كان بتوقيع صور ضرغام. الهدفين كانت جميلات جدا، افرحت العراقيين، افرحت الشعب العراقي، اعادت الامل الى الكره العراقيه. حاليا المنتخب العراقي متربع على صداره مجموعته في التصفيات بعشر نقاط. نتمنى له التقدم ونتمنى له ان يتأهل إلى المرحلة الثانية وإلى تصفيات كأس العالم إلى نهائيات كأس العالم بشكل مباشر. الكرة العراقية هي اللي تجمع العراقيين في كل وقت، ما حد ينسى 2007 لما فاز المنتخب العراقي اللي كان يقوده ذيك الفترة يونس محمود كأس آسيا. شفنا العراقيين داخل العراق وخارج العراق كلهم مجتمعين على كلمة واحدة وهي العراق. اليوم نعم احنا بظرف صعب، العراق اليوم يعني بظرف صعب جدا، بثورة، بقمع، بكلمة للشباب اللي انهوا الطائفية. والكرة العراقية اليوم بينت للشعب العراقي وحدته وفرحت الشعب العراقي رغم آلامه، آمال الشعب العراقي ما تنتهي لهنا وبس. لكن فوز العراق اليوم شو يمثل لكم؟ فوز العراق اليوم بمباراة صعبة كانت، المنتخب يعني أدى اللي عليه، لكن الفريق الإيراني ما حد يقدر يقول أنه هو سهل. اليوم العراق رغم صعوبة المباراة، رغم صعوبة الظرف، رغم صعوبة ما يعيش العراقيين بالعراق وبالداخل، حتى المتظاهرين بساحة التحرير الشاشات موجودة ودا يتابعون المباراة بالنجف، ميسان، كربلة، بابل، كلها كانت عيونها معلقة بشاشات التلفزيون، كلها كانت تدعي وتتمنى أنه النصر يكون
من حليف المنتخب العراقي. احنا كجمهور، احنا كمواطنين، احنا كعراقيين، شنو يعني لنا هذا الفوز؟ وشنو يعني لنا انه المنتخب العراقي اليوم ينتصر على ايران وينتصر على نظرائه بالمجموعة ويكون هو المتصدر في هذه التصفيات؟ محمد من هولندا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخوي. مبروك منتخبنا الوطني العراقي. نعم. ونادي على الفوز أرواح الشهداء. نعم. ولا يصح إلا صحيح. لا يصح إلا صحيح. اليوم فزنا عدة يعني هواية كفوزات، مو بس واحد. نعم. إنه العراق الفريق كان شيعة وسنة. ولا ما أقول هاي المسميات المقيتة. يعني اتصلنا إنه ما قطع فيه العراق اللي حاولت إيران تجرحها. ولا تلاحظون الهدف إجا إذا تعلون لقطة إذا رفعها أمجد كان يدعي، كان يدعي رب العالمين مرفعها وجقوب قبل ما يضرب الركنية مات. نعم رفع إيده إلى السماء ودعا. نعم 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 والحمد لله، والله ينشر المتظاهرين إن شاء الله، وهذا فوز يبقي دعم معنوي إن شاء الله المتظاهرين وناشدهم بالصمود، وكل إحنا وياهم مبروك للمنتخب، مبروك الشعب العراقي، مبروك قناتي والكبير، وشكرا أخي. شكرا شكرا لك يا اخ محمد. احتفالات الناس بهذا الفوز نشوفها بهذا الفيديو. أحلى شعار الرفع بغداد والرفع حتى بالملعب بعمان والرفع بكل مكان هو بالروح بالدم نفديك يا عراق، إنه الشعب توحد على كلمة واحدة. سياسيين إيش قد مرادوا وحاولوا إنه يكونون سبب لتفرقة هذا الشعب، أثبت الشعب إنه إيد واحدة ضدهم، وأثبت الشعب إنه ما يسمع كلمة أحد، وأثبت الشعب عراقيته بمعنى الكلمة. اليوم الكرة العراقية، نعم بال2007 كنا نقول انه فوز المنتخب العراقي بكأس آسيا هو اللي خلى الشعب العراقي يتوحد، وراها الخلافات السياسية راح ترجع تعود من جديد. اليوم لا، ما نقدر نقولها. اليوم نقول النصر العراقي على إيران بكرة القدم هو معزز لما يحصل في ساحات التحرير في بغداد، لما يحصل في ساحات الحرية ببغداد. اليوم الطفل والمرأة والرجال والشايب والعجوز كلهم فرحانين بهذا الفوز. أبو علي من أمريكا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. نشكر قناتكم هاي الشريفة اللي تقدم الحدث أول بأول. حبيب قلبي واجبنا هذا. الله يخليك. إحنا هذول بعد أسود الراسدين. نعم. شو نقول لهم؟ الله الله يا عراق، الله الله يا عراق، منصورين أسود الراشدين، منصورين. هذا الفوز يعني للعراقيين فشيء كلش كبير، لأن إحنا مع الأسف يقولون هاي الجارة إيران أذتنا هواية. نعم. وزرعت بينا الطائفية، بس هسه شوف أنت الملاعب والجمهور واللاعبين نفسهم يعني نفسهم متحدين. وكلهم يتمنون هذا الفوز، والحمد لله والشكر الله الله. نعم. شكرا شكرا لك ابو علي. انا غلطت في تقديم الاهداف، الهدف الاول مهند علي مثل ما قلت، لكن الهدف الثاني مو ضرغام، كان علاء عباس. الحلو بالهدف الثاني انه اجى في وقت قاتل، ونعم هو فوز قاتل للمنتخب العراقي لانه اجى بالدقيقه الثانية بعد التسعين، يعني بالوقت البدل الضائع. هدف كان يعني رغم
دعاء أمجد وطلب من الرب أو من الله سبحانه وتعالى أن يعين المنتخب العراقي في تسجيل هذا الهدف وفوز المنتخب وتحقيقه لثلاث نقاط كاملة بهاي المباراة المهمة، وهو فوز مهم جدا للمنتخب العراقي لأنه حسب الأرقام اللي أعلنت عنها الفيفا أنه إيران هي أقوى فريق بالمجموعة، فلهذا السبب كان فوز مهم، فوز يعطي دافع للاعبين، يعطي دافع للجمهور، يعطي دافع للشعب العراقي كله أن يدعم هذا المنتخب وأن يدعم العراق وأن يدعم الشباب وأن يدعم كل شيء وأن يدعم المتظاهرين أيضا. أم أميرة من السويد، مرحبا. أهلا بيك. مرحبا عيني، شلونكم؟ هلا بيك أمي، تفضلي. تحياتي عيني، تحياتي لكم، وحبيت أهني وبارك للفريق العراقي. حياك الله. الفوز على الإيران اليوم، وهاي رسالة للعالمين للمتظاهرين، يعني اصبروا وصمدوا إن شاء الله مثل ما فزت عليهم بالمباراة، الله ينصركم عليهم بالعراق. نعم. ويوم الفرحة الكبيرة يوم تطلع الحكومة والنظام كله، يطلع سليماني والويا العملاء والجواسيس، وإن شاء الله تصير فرحة أم العراق كله، وإن شاء الله عن قريب الله ينصرهم، لأن الله ويا المظلومين. نعم. إن شاء الله من نصر إلى نصر. وبس حبيت أحكي بموضوع ثاني، قبل فترة طلعوا على أساس اليوم صاير اختطاف لواء منطقة الجادرية، فطلع عادل عبد المهدي يقول ممنوع وما يصير، شلون يخطفون واحد بدون امر قضائي؟ زين ايش قد انخطفوا ناس، ايش قد انخطفوا من المتظاهرين من الناشطات، شو ما طلع عبد المهدي قال وينهم، ليش تخطفوهم بدون امر قضائي وبدون، وهم معروفين الخطفوهم سيارات مبينه سوداء كلها مال الدوله، يعني اذا مو من عندهم من الميليشيات، ايش يطلع لو هذا العامري لو قيس الخزعلي لو عمار الحكيم لو واحد من عندهم؟ نعم. اكو لوائش كبرى ينخطف من 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 نص بغداد صايره، وين الجيش وين الشرطه وين الامن؟ ام امير يعني الكلام صحيح، لكن يعني صدق انه هاي الحلقه اريدها تكون حلقه خاصه الى الى فوز العراق اليوم على ايران، مهدات الى كافه لاعبي المنتخب العراقي ومهدات الى الشعب العراقي طبعاً. اللي قدم أيوة فرحه كبيره، يعني اليوم المتظاهرين بساحه التحرير ولا بميسان ولا بالنجف، وراح تظهر لكم فيديوهات بعد قليل ان شاء الله، يعني كانوا فرحانين بشكل مو طبيعي، فاريدها تكون مخصصه لهذا الامر. اشكرك ام امير. اشكرك ام ازهار من بغداد، تفضلي. أم أزهار. ألو. ألو، تفضلي أمي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حييك وحيي هاي القناة العظيمة. حياك وحيي بيات. العراقيين كلهم على هالفرحة العظيمة اللي اليوم فرحناها بانتصارنا على الفرس، وإن شاء الله انتصارنا على هالدولة الفارسية. إن شاء الله يا رب النصر دائم. بغداد صارت شعلة من نار. ساحة التحرير صارت شعلة بالنار، الناس كلها طلعت بالسيارات تهتف للعراق، الناس كلها تهلهل وفرحان لهذا الانتصار العظيم، وخاصة بهاي المرحلة اللي احنا طالعين متظاهرين ضد الحكومة الإيرانية، واحنا دا نلعب ويا إيران. إيران السوء. أنا كل ما أعرف شلون يعني أحكي عن فرحتي، لأنه فرحانة إلى أبعد الحدود بهذا النصر العظيم، إن شاء الله النصر الدائم من الحكومة هاي الإيرانية. نعم. وإن شاء الله الفرحة تتم على العراقيين دائما دائما، وهذا شبابنا، وهذا شبابنا راح يحقق كل أماني. نعم. العراقيين ويرفع العراق عاليا إن شاء الله. نعم. شكرا شكرا لك ام ازهار. ابو محمد من اربيل، حياك الله ابو محمد. الله يحييك استاذ افهم، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل اخوي. اولا تحياتي لك وقناه الرافدين. حياك. وهني الشاب العراقي بالفوز العظيم، 11 لاعب 11 لواعي برحوا العراق. نعم. وعزي الحكومه منطقه الخضراء بخسارتهم، لأن ذولا فرس وإيرانية ذولا هاي الحكومة، وإن شاء الله الله ينصر العراقيين، وإن شاء الله تصير الفرحة فرحتين. نعم. إن شاء الله راح ننتصر حتى بالمناطق بالساحات التحرير، إن شاء الله الله يوفقكم كلهم.
نعم والسلام عليكم. شكرا شكرا لك ابو محمد. اللاعبين المنتخب او لاعبي المنتخب العراقي بعد تسجيلهم للهدف الاول احلى صوره طلعت معهم هو اظهارهم لتضامنهم مع المتظاهرين في العراق باحتفال باستخدام اياديهم لانه منعوا من استخدام كمامه، ويبدو انه اكو احد اللاعبين اللي استطاع ان يستحصل على كمامه من المشجعين احتفلوا بطريقه صنع كمامه باستخدام اليد، يعني لاعلان تضامنهم مع المتظاهرين بساحات الحريه. لكن المؤلم هو قرار الاتحاد العراقي. الاتحاد العراقي لكرة القدم طلبوا منا اللاعبين وناشدوهم أن يضعوا شريط أسود حالهم حال أي منتخب أو أي نادي عريق أو ذو سمعة أو ذو يعني صفة تاريخية في كرة القدم ومعروف للناس، أن يضع شريط أسود على إيده إن كان هنالك ميت بالنادي أو ميت بالاتحاد أو شهداء بالبلد أو حرب بالبلد أو أي كارثة تصير بالبلد، شفناها في كثير من اللعبات على مر الزمان وعلى كل القارات. لكن الاتحاد الأوروبي رفض هاي المناشدة ورفض أن يضع لاعبي المنتخب العراقي الشريط الأسود على قمصانهم. ليش؟ يعني لاعب هو عراقي وانت عراقي والجمهور عراقي واللي دا يصير بالبلد هو دا يصير بلدك وبأخوانك وبأهلك وبناسك. انت كرة قدم ما لك علاقة المفروض بالسياسة نهائيا، انت اتحاد عراقي لكرة القدم، من المفترض من عبد الخالق مسعود ولا غيره وغيره وغيره ولا اي اداري موجود بالاتحاد انه ما ينظر الى السياسة، ينظر إلى لاعبي أدائهم وضعهم تمريناتهم مدربيهم ينظر لهذا الأمر، من يعني الموهبة الأكبر أنه تستحق أن تكون متواجدة بالمنتخب، ما يحصل على أي شيء طائفي داخل المنتخب، يدعم المنتخب بالمحافل الدولية، يدعم المنتخب بمحافلة المحلية، يدعم المنتخب بكل شيء، لكن انه تجعل المنتخب يرفض يدعم شعبه. ليش الاتحاد العراقي رفض وضع شريط على روح الشهداء؟ ما هي حكومتك اعلنتهم شهداء، فليش هذا القرار من الاتحاد العراقي لكره القدم؟ كان قرار مؤلم. يعني اليوم الجماهير الغفيره اللي موجوده بملعب او باستاد عمان الدولي لما تسمع انه كانت اللعبه سعر التيكت ببلاش والدخول مسموح للجميع ومجاني تفرح، بس لما تجد انه الاتحاد وهو اتحاد عراقي مسوي هذا القرار تنقهر، ومع ذلك المنتخب ما رد عليها واللاعبين ما ردوا عليها، مع ذلك اكو لاعب لبس كمامه واللاعبين احتفلوا بهاي الطريقه. الفوز اليوم كان كبير جدا، المشاعر الجياشة عند الشعب العراقي كبيرة جدا. يعني اكو واتسابات وصلت الى البرنامج صدقا قبل ما يبدي البرنامج، يعني واحد من الواتسابات اللي واصل ساعة بالسبعة واحنا برنامجنا هسه يقول السلام عليكم تحياتي لكادر الرافدين البطل، الف 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 مبروك للمنتخب العراقي، اليوم فرحة المنتخب وان شاء الله فرحة العراقيين على العملاء ذيو الايران الفاسدين بالخضراء، اخوكم من القلب ابو حنين محمد حسين القراغلي. شعب اليوم فرحان، حاس اكو شيء بقلبه يريد يطلعه. تبارك من النرويج حياك الله. ألو مرحبا. هلا بيك أختي. أخويا أحب أهني الشعب العراقي على الفوز. حياك الله. وأعزي الحكومة العراقية بالقضاء على خسارتهم، لأن هم إيرانيين بالأصل. نعم. مو عراقيين. نعم. فهنيئا للشعب العراقي على هذا الفوز العظيم. نعم.
وشكرا لقناة الرحيل. شكرا 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 لك لك أخو تبارك. يعني أكو رسالة اليوم جايتنا من قضاء الأحواز العربي يقول ألف مبروك فوز منتخب العراق العظيم، كل شعب الأحواز يحتفل بالنصر معكم، أخوكم أبو أمجد الأحوازي من الأحواز. حياك الله أبو أمجد وإخواننا بالأحواز العربية. الفرحة والله يعني مو قضية منتخب فاز، لكن هي قضية أنه الشعب محتاج هاي الفرحة. الشعب بعد اللي صار بي وخصوصا بالفترة الأخيرة وبداية انتفاضات وتحولها إلى ثورة، يعني محتاج لهاي الفرحة، محتاج أنه شيء يسعد قلبه ما يحزنه أكثر. أبو عمر من سليمانية، حياك الله عمي أبو عمر. السلام عليكم أستاذ أتل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله أستاذ أتل بصراحة رغم كل المآسي والآلام اللي عاش العراق خلال 16 سنة على يد هؤلاء نعم المجرمين وقتل السراق اللي ما بقوا كل شيء بالعراق، نهبوا نهيبة، حتى الآثار باعوها، باعوا الهوى النظيف هذا باعوه. بس رغم ذلك الإنسان يطرح بعض المرات في أشياء مثل كرة القدم غيره وغيره، ترجع على الأقل داوي جروح مثل ما يقول. يا سبحان الله شوف الجرح وين عميق، يعني الآن الجرح شوية بدأ يلتم يلتئم 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 من خلال هذا النصر يتحقق على هؤلاء المدوس. أريد أقول صريح العبارة، بس أريد أقول للمتظاهرين في واحد قسما بالله العظيم يا متظاهرين، ما لي علاقة قوميته طائفته شنو، ما لي علاقة بيه. إذا تركتوها للمظاهرة بدون ما تنتصرون قسما بالله العظيم راح تدمرون بالفرق كامل. هذولا ما يرحمون بحالكم، دول ما 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 رحموا بالله، والله سبحانه وتعالى ما رحموا به، ما خلص من عدم قصدي رحمه، ما خلص من عدم عادم تخلص من عدم بعدين، لا بالله العظيم ما تخلص من عدم. فدير بالكم دير بالكم تعوفوها لو على دب واحد يبقى على ابو عمر. احنا ما عايفين هذا الشيء، يعني احنا بس اليوم الحلقه مخصصه لهذا الفوز، الحلقة مخصصة للشعب العراقي بمناسبة فوز المنتخب العراقي على إيران بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر وإلى نهائيات كأس آسيا. أري وياك أستاذ أفن، مو قلت لك هي المواضيع كلها بالكم مع بعضها، المظاهرات والفوز إجي والهذا. بس عايز أقولها أول شيء، إذا تريدون تخلصون من هذه الأحزاب الطائفية ومن الميليشيات الطائفية، قد أعلم أن إذا انتهيتوا من هذولا سقطت إيران، راحت انتهت، إلى ما بقى أي مؤيد إلى إيران بالعراق هذولا راح ينتهون. هي إيران تطلع تولي جهر، وإذا مو بالسيف أجلكم الله بالقندرة. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك أبو عمر. عندنا اتصال من مصر، علي. ألو ألو، هلا بيك، تفضل أخويا. مرحبا. مرحب. والله احنا نحب نهني الشعب العراقي بالفوز على الايرانيين. نعم. ونقول لكم الف 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 مبروك، وان شاء الله ربنا ينصركم على المجوس هذين في المظاهرات او في في الكوره او في اي شيء، ربنا معاكم. واحنا شعب مصر كله نتمنى نكون معاكم في العراق سوا. أخ علي، يعني حياك الله وحيا الله أخواننا وأهلنا بجمهورية مصر العربية الشقيقة ومشكورين. يعني الفرحة العراقية اليوم عبرت الدولة وعبرت الحدود ووصلت إلى مصر ووصلت إلى كل أرجاء الوطن العربي. شكرا لك، ووجودكم موجود وكلمتك هاي كافية، ونعرف أنه إحنا الشعوب العربية هي وحدة، وهاي الفرحة يعني من عندكم مشكورين عليها. عندنا فيديو جماهير أهالينا بالفلوجة بعد فوز المنتخب العراقي على إيران 2، تفضلوا خلينا نشوفها.
مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام، يعني فرحة أهالينا بمدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، الفلوجين بالشارع فرحانين محتفلين يهتفون كلهم بالروح بالدم نبديك يا عراق. يعني فوز المنتخب العراقي على إيران بهدفين مو بس وحد الشعب العراقي بس، يعني بل انه ادخل البهجه، دخل الفرحه على قلوبهم، دخل السعاده على قلوبهم. يعني بشارع الفلوجه دي يفترون، دي يهتفون للعراق، دي يعلون صوتهم بالروح بالدم نفديك يا عراق. هذه كانت بعض من ما قدم الاهالي بالفلوجه اليوم بعد فوز المنتخب. نعم هي مباراة مهمة، مهمة للشعب العراقي كله من شماله إلى جنوبه. اتصالاتكم توضح هذا الشيء، رسائلكم على برنامج الواتساب توضح هذا الشيء، وأيضا هاي الفيديوهات اللي نشوفها حاليا، يعني هذا فيديو الفلوجة واحد وده تشوفون فرحة الأهالي بالفلوجة. هذا كان فيديو عن فرحة أهالينا بمدينة الفلوجة بمحافظة أنبار. أكو فيديو آخر بمحافظة صلاح الدين بمدينة تكريت، خلونا نشوفه. هسا احنا موجودين بمدينة تكريت، اهالينا بمدينة تكريت بالشارع ويهتفون ايران برا برا، بغداد تبقى حرة، بنروح بالدم نبديك يا عراق. السيارات محتفلة، الشباب شايلين العلم العراقي، هذه فرحة الشباب العراقي. ايضا دا تشوفون يعني بسماء تكريت دا يطلقون الصعادات او الاطلاقات النارية او الصعادات احنا نسميها بالعراق. فرحانين بفوز المنتخب العراقي بهدفين على نظيره أو على منتخب إيران، ما أحب أسميه نظيره، لأنه على مر التاريخ كان المنتخب العراقي هو اللي كان يعني يخوف المنتخبات، لكن مرينا بظرف واليوم المنتخب العراقي أكيد رجع. فرحة الشعب مثل ما تشوفوها حاليا بتكريت، قبلها كانت بالفلوجة فرحة عارمة، شفنا فرحة أيضا بساحة التحرير ومحافظات العراق من شمالها إلى جنوبها اليوم فرحانة بهذا النصر. وعندنا فيديو آخر من مدينة الرمادي، نرجع إلى محافظة الأنبار وخلونا نشوف الشباب هناك شلون احتفلوا. شعب فرحان، يعني اكو مشاعر عنده دا يطلعها اليوم. اليوم المنتخب ادخل الفرحة الى قلب كل مواطن عراقي. ايمان من امريكا ويانا، حياك الله اخت ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والاكرام. الف مبروك للشعب العراقي، واقول للفريق العراقي مبروك بعدد كل قطر الدم نسبت على تراب العراق. وأقول للحكومة هارد لك، إن شاء الله الهدف الثالث يكون برغلة من الشعب للحكومة خارج العراق. نعم. شكرا جزيلا لكم وألف مبروك. شكرا شكرا لك أخت إيمان. أركان من بلجيكا، حياك الله أخ أركان. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طبعا اسمح لي اولا ان اعز المجرمين اللصوص في السلطه الحاكمه في بغداد التابعه للنظام الملالي الارهابي في طهران بفوز منتخب الشعب العراقي الوطني على منتخب ملالي طهران الارهابيين وذيولها في العراق. نعم. وهذا اول الغيث للانتصار. موضوعي هو كما ان حكومه ولي الفقيه في بغداد لديها مصادر خبيثه على الارض، لدينا نحن أيضا مصادرنا الشريفة الوطنية على الأرض التي لا تنتمي لأي جهة إلا للوطن للتوثيق فقط وإرسال المعلومات لنا. تسمح لي آخر كان مصادر... نعم تسمح لي، أتمنى أنه يعني تكون مداخلتك مخصصة للفوز.
يعني اذا عندك معلومه تريد تشير لها يعني، بس انا الحلقه اليوم مخصصها الى فوز المنتخب العراقي على ايران، ما اريد ادخل بسياسه اليوم. اكو فرحه يعني بقلوب الشعب العراقي، ما اريد انغصها عليهم باي خبر سياسي. ما تريدون خبر سياسي؟ نعم. اوكي. طبعا نهني انفسنا، نهني الشعب العراقي مظلوم البريء على هذا الفوز العظيم على حكومة ملالي طهران الإرهابية. وإن شاء الله هذا أول الغيث الفوز والانتصار على من موجود من تبعية وذيول وميليشيات إرهابية مجرمة، وعلى رأسها المجرم الإرهابي الدولي عادل عبد المهدي وسحقهم جميعا، لأنهم أتباع الفرس المجوس. هذا ينطبق عليهم الخيانة العظمى وسوف يحاكمون ان شاء الله. طيب اخر كان انت ببلجيكا، يعني العراقيين اللي متواجدين ببلجيكا او في اوروبا، شنو كانت مشاعرهم اليوم؟ والله مشاعر يعني اكبر من ان نقول عليها جياشه وان نقول عليها كبيره. وخرجت الجاليات المتواجده طبعا في مدينتي، انا اتكلم عن مدينتي، في الاعلام العراقيه وفي السيارات، ومن ليس لديه سيارة كان متواجدا في السنتر المدينة. ويهنئ العراقيين وفرحان جدا ويتوعد إيران بنهايتها في العراق ووجودها. طيب. وتدخلها السافر في الأمور العراقية على وجه الأرض. نعم، شكرا لك أخ أركان. مشاهدينا الكرام، حلقة صوتكم الخاصة بمناسبة فوز المنتخب العراقي على إيران بهدفين اليوم بالتصفيات متواصلة، لكن بعد الفاصل. أظن الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. هاي كانت جزء من جماهير المنتخب العراقي اليوم بالملعب باستاد عمان الدولي، اللي حضرت المباراة واللي شجعت وآزرت أسود الرافدين بمباراتهم على إيران اللي فازوا بها بهدفين وتصدروا المجموعة بعشر نقاط وتحصلوا على ثلاث نقاط كاملة من مباراة مهمة وصعبة بظرف صعب، وقدموا فرحة إلى الشعب العراقي. المقيمين في الخارج والمتواجدين اليوم بالملعب بهتافاتهم هاي بينوا للعالم كله أن هم مآزرين الشعب العراقي اللي موجود بساحات الحرية، وأيضا بساحات الحرية وبساحات التظاهرات كان الشعب العراقي مآزر المنتخب العراقي اللي متواجد في عمان، خصوصا الهتافات اللي كانت تخرج من النجف. خلونا نسمعها. نعم، أيضا كانت هناك أكو فرحة للجماهير في كافة المحافظات العراقية، عندنا بعد فيديوهات نطلعها لكم، لكن عندي اتصالات كثيرة. خيري من مصر، حياك الله. خيري
يبدو أن انقطع الاتصال ويا الأخ خيري. يحيى من الإمارات حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. معك يحيى الشمري، أردني مقيم في الإمارات. والنعم منك يا أخوي. ألف ألف مبروك للعراق. نعم. ألف مبروك لبغداد الرشيد. نعم. ألف مبروك لبوابة الترف. نعم. يبدو أنه انقطع الاتصال ويا الأخ يحيى. خلونا نشوف الجماهير العراقية المؤازرة للمنتخب العراقي بمدينة الموصل محافظة نينوى، شنو كانت فرحتهم وشون احتفلوا. خلونا نتابع. هاي كانت فرحة أهالينا بمدينة الموصل. أروح إلى برنامج الواتساب. زهراء من بابل تقول أحب أبارك للشعب العراقي فوزهم على الفريق الإيراني، وهاي فرحتنا فرحتين، وألف ألف مبروك إن شاء الله. ألف تحية لقناتكم الوطنية البطلة، وألف مبروك نصر منتخبنا العراقي على الفرس المجوس، واللهم انصر الثوار عليهم وذيولهم وطردهم شر طرده. ولكم تحية من زياد العزاوي هولندا، حياك الله أخي زياد. تحية لقناتكم البطلة صوت الحق، ونقول ألف ألف مبروك لمنتخبنا العراقي على الفرس، يا رب النصر الأبدي للثوار العراقيين على إيران. سوزان من هولندا. تحية لك أخي أفل. الانتفاضة التشرينية تنتصر بتضحيات الشهداء الذين سقطوا منذ بداية أكتوبر ولغاية هذا الشهر حين إسقاط النظام وإيجاد نظام جمهوري رئاسي. ألف مبروك للمنتخب العراقي. نرفع راية الله أكبر. ألف مبروك للشعب العراقي البطل، أثلجت صدورنا واليوم النصر الكبير على الفاشية العصر. أخذكم من كندا إلهام. وأيضا السلام عليكم، مبروك لفوز العراق، وإن شاء الله يوم الفرحة من نكس هؤلاء الأنذال. رسالة أخرى تقول السلام عليكم، الواجب على أمريكا أن تلتزم بواجبها الأخلاقي تجاه العراق، وإلا ليس من المعقول أن تخرج أمريكا بتصريحات تستنكر فيها التدخل الإيراني، وبنفس الوقت قاسم سليماني يجلس بجانب سفارتها بالمنطقة الخضراء. وألف مبروك للمنتخب العراقي، أخوكم من ألمانيا أبو سارة. إيمان النشمي عفوا من النمسا تقول أزف أجمل وأطيب التهاني بهذا الفوز، ألف هلهولة ودمع عيوننا يا رب يلحق الانتصار الكبير وإخراج هذه الطغمة الفاسدة وننظف عراقنا منهم. ألف شكر لقناتكم. ألف مبروك للشعب العراقي بفوز المنتخب الوطني، وغدا إن شاء الله فوز وانتصار الثورة وشبابها على الحكومة. السلام عليكم، أهني الشعب العراقي بفوزه وأهني أسود الرافدين بفوز العراق، ويا رب ننتظر الفوز النهائي وهو الحرية والاستقلال التام للعراق، وإن شاء الله النصر المؤزر ضد الفساد. أخوكم أم أحمد من بابل. السلام عليكم، مبروك الفوز، وهاي الفرحة ما تنوصف، وإن شاء الله الفوز الكبير من نطلعهم من العراق، وإن شاء الله منصورين، بس بنسبة لإطلاق النار أذت بعض الناس، وإن شاء الله ماكو إلا الخير، وإن شاء الله دوم هاي الفرحة على العراقيين. أخوتكم من تركيا، أحييك وأحيي قناتك أو قناتكم الحرة الشريفة. ألف ألف مبروك لمنتخبنا أسود الرافدين الانتصار على لاعبي المجوس، وإن شاء الله ننتصر على إيران وميليشياتها، والرحمة على أرواح الشهداء والشفاء العاجل للمصابين إن شاء الله. مع تحياتي أخوكم الثائر فايز صعيب مشاي أبو أحمد، حياك الله أخي فايز. السلام عليكم أستاذ، ألف مبروك للثوار الذين يرابطون بساحات الشرف والحرية، وإلى كل أبناء شعبنا العظيم بفوز منتخبنا الوطني على إيران. إيران الشر، وإن شاء الله النصر كبير في تغيير ديول إيران ويرجع العراق إلى أحبابه. السلام عليكم، أنا أكرم من ألمانيا، حياك الله أخ أكرم. ألف ألف مبروك فوز أسود الرافدين الأبطال، وبصراحة أخي أفل عجبني الشعار اللي هز حكومة إيران وأديالها، تحية لكم ولقناة الرافدين، حياك الله أخي العزيز. مساء النور والسرور أخ أفل، ألف مبروك فوز المنتخب، وإن شاء الله عقبها نجاح الثورة، والله لا يرحم الطائفية، والله يرحم الشهداء ويشفي المصابين. أبو جعفر من السعودية، حياك الله أخي العزيز.
عندي رسالة أخرى تقول: تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الشعب، اليوم انتصرنا بالمستطيل الأخضر على إيران وأذنابها، وغدا سوف ننتصر في التحرير بإذن الله، مع تحياتي أخوكم شنان سوادي أبو ميثم. حياك الله. عندي رسالة من علي نهرو يقول: ألف مبروك من أعماق قلبي إلى الشعب العراقي الكريم، اليوم يوم وطني بمناسبة انتصار العراق العربي على العدو الفارسي، المجد والخلود إلى شهداء الوطن، عاش العراق عربيا وتحسن لخامنئي والموت لأنصاره المجوس. رسالة أخرى تقول: ألف مبروك لفوز المنتخب العراقي، ويا رب دوم الفرحة، ربي يحفظكم، تحية لقناة الرافدين. حياك الله أخي. أبطال والله كفيتوا ووفيتوا يا أشاوس، لقد عززتوا انتصار الثوار بفوزكم الكبير، وجاء هذا الفوز تزامنا مع المراجل التي أظهرها ثوارنا وأحرارنا البررة علاء النشمي من النمسا. حياك الله أخي علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي أمسي عليكم وعلى كل العاملين بقناة الرافدين والحرية، وأهني الشعب العراقي الشقيق كبارا وصغارا نساء ورجالا بالفوز الثمين على إيران، وأتمنى لكم المزيد من التفوق والنجاح على المستوى السياسي والرياضي. يوسف بركة. رسالة أخرى تقول: أريد أدز فيديوهات واحترامي وتحياتي لكم أخي العزيز وإلى كافة السادة المشاهدين. أسفل الشاشة بالشريط الأزرق عندنا رقم مخصص إلى نافذة اسمها نافذة أنت ترى، أي مواطن وأي مشاهد عنده فيديو يريد يبثه إلى تظاهرة أو إلى أي شيء يبعث إلى نافذة أنت ترى، وإن شاء الله يكون الجواب مباشرة له. أم مشاري من الكويت: مبارك للمنتخب العراقي بفوزه على المجوس. حياك الله أخت أم مشاري. السلام عليكم، أنا قاسم أبو محمد الخزرجي من بغداد من حي أور. حياك الله أخ قاسم، أحب أهني شعبنا العراقي وأخوتنا وأبنائنا المتظاهرين بفوز المنتخب على إيران، وأوجه رسالة من خلال قناتكم الموقرة وبرنامجكم الناجح إلى أهلنا بجانب الكرخ، أتمنى يساندون أخوتهم بالتظاهرات ولا تبقون صامتين، لأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى. أتمنى الأسبوع القادم نشوف شيء من عندكم. السلام عليكم، تحياتي لقناة الرافدين الوطنية، مبروك لقناة الرافدين ولشعب العراق العظيم والعزاء لشهداء العراق والهزيمة والعار لإيران، الله أكبر، وليخسأ الخاسئون. سامي من هولندا. رسالة أخرى عندي تقول: السلام عليكم، من الله وأتمنى من الله يحفظ بلاد الرافدين من الغزو الفارسي، من يقتل المتظاهرين ليس عراقي إنما مجوسي، نظفوا العراق من هذه القاذورات أو نظفوا العراق من هذه القاذورات في الحكومة، ومبروك إلى الشعب العراقي فوز منتخب العراق على إيران. أبو أسامة من السعودية. ما شاء الله، رسائل كثيرة. ألف ألف مبروك فوز منتخبنا الوطني، تحياتي لكم. السلام عليكم، إن شاء الله المنتخب العراقي يزور ساحة التحرير ونحتفل به. رسالة أخرى يقول: مبروك للمنتخب العراقي الفوز. السلام عليكم، أحب أبارك للشعب كله وطني العظيم فوز المنتخب، ألف 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 مبروك عليكم، تستاهلون الفرحة، ويا رب تكمل بتحرير الوطن من المحتلين بإذن الله، للوطن والعزة والانتصار بسواعدكم أبطال والله. لهفة من ألمانيا. السلام عليكم، أنا أبو عمار من السويد. حياك الله أخ أبو عمار، ألف مبروك فوز منتخبنا اليوم على المنتخب الإيراني، هاي رسالة من الشعب والمنتخب إلى حكومة المنطقة الخضراء الإيرانية أن إيران بلد جار فقط ويجب ألا تتدخل بشيء. ألف مبروك والنصر العظيم للعراق، مبروك للمنتخب الفوز الساحق على الفرس المجوز، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمد العون لشعبنا المجاهد الصابر. أخوكم المشهداني. حياك الله. رسالة من إبراهيم العراقي، السلام عليكم، ألف مبروك للمنتخب العراقي فوزه على إيران، أنا زهراء من بابل، أحب أبارك للشعب العراقي فوزهم على الفريق الإيراني، وهاي فرحتنا فرحتين، وألف ألف مبروك. سمعونا أغنية حماسية من نوار من هولندا. نوار يطلب أغنية حماسية. والله يعني من يوم اللي بدأت التظاهرات إلى اليوم قناة الرافدين مليانة أغاني حماسية. هنيئا فوز العراق على إيران بكل مجالات النصر، أنتم أسود في ساحات الوغى، وإن شاء الله الفوز الثاني إسقاط الحكومة الفاسدة. نهنئ فريقنا الرياضي وشعبنا بهذا الفوز الرياضي الذي يعني الكثير الكثير في أيام الثورة العراقية، وعلى من أراد أن يفرقنا لكنهم توهموا، فالعراق واحد بأرضه وشعبه، مكروا ومكروا لكن شعب العراق أقوى من مكرهم، لأنه حليب أبناء حليب الصابرات الأصيلات غير مهجنات وأصيل. تحياتي لكم. رسالة أخرى تقول: الاتحاد الإيراني كان يسعى بشكل أو بآخر لنقل المباراة من البصرة إلى خارج العراق، وهذه أخبار مؤكدة، خاصة النائب رئيس الاتحاد الإيراني كان يتحرك بهذا الاتجاه، أنا أبو تحسين من كربلة.
رسالة أخرى تقول والله العظيم أستاذ اليوم فوزنا على إيران مو مجرد فوز عادي، تقدر تسميها كسر خشوم وصفعة عراقية لإيران، حتى تعرف العراق الغيور إذا صمم على شيء يحققه، وإن شاء الله رسالتنا وصلت للذيول، وإحنا باقين بالتحرير ومنعوا في التحرير إلا بالنصر. أخوكم أو أختكم عفوا مريم أحمد جاسم من بغداد. حياك الله أختي، السلام عليكم، مبارك للشعب العراقي ونشكر المنتخب العراقي فوز على إيران. أبو مصطفى الرفاعي من قضاء الرفاعية، حياك الله، من قضاء الرفاعي عفوا من الناصرية، ألف مبروك، مو ألف مبروك بل ملايين التبريكات للمنتخب العراقي وللشعب بكل طوائفه، إن شاء الله سقوط الحكومة الفارسية. أبو محمد من هولندا، رسالة تقول مبروك فوز المنتخب العراقي، رسالة أخرى تقول ألف مبروك للعراق، رسالة أخرى ألف مبروك من أخوكم أبو عمار، والله أهل أبو غريب طالعين بالشوارع وعبروا عن فرحتهم فوز على المجوز، وإن شاء الله الفوز الكبير. حياك الله وحيا الله أهالينا بأبو غريب. أم علي الحجيمية من ذيقار، حياك الله أختي، تقول ألف ألف مبروك للعراق بانتصاره على إيران، وإن شاء الله ننتصر ونطلعهم. عمار العقابي يقول السلام عليكم، ألف مليون مبروك، والله لقد أثلجت قلوبنا فوز الأسود على إيران، ويا رب النهاية والرحمة والسلوان، ويا رب النهائي إن شاء الله والرحمة والسلوان على الشهداء. ألف مبروك للعراق، إن شاء الله نبث لكم الفوز الكبير من ننتصر على الحكومة الفاسدة من ساحة التحرير. أخوكم الثائر في ساحات الاعتصام، والسلام عليكم. حياك الله أخي، مبروك الفوز الثوار ولا قناة الرافدين، أعتبرها أنه مو قناة عادية، هي قناة أم الشعب. تحياتي وإجلالي وإكرام لكم. أحمد البصراوي، حياك الله أخي أحمد، هذا واجبنا وأقل من الواجب. رسالة أقدر أقرأها وأقول آخر رسالة راح أقرأها، السلام عليكم، تهنئة للمنتخب العراقي والشعب العراقي، أحب أقول الإيران أنتم أمام العراق يعني عرين الأسود، والانتصار قادم إن شاء الله من ساحة التحرير. أكو رسائل كثيرة بعد ما قدرت أقرأها، أن أعتذر من السادة المشاهدين، أعتذر من المتصلين اللي دا يحاولون يتصلون وما قدروا يدخلون بالبرنامج، لكن وقت البرنامج انتهى. فوز المنتخب العراقي اليوم على إيران بهدفين بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر وآسيا كان يعني الكثير للشعب العراقي، واللي شفناه بالفيديوهات هو جزء صغير. نلتقيكم على خير إن شاء الله نفس الموعد، إلى اللقاء.